بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره على القتل. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله، وهو أبو محمد الحسن بن علي البربهاري في كتاب شرح السنة، في بيان عقائد أهل السنة والجماعة، يقول: والإيمان، أي من مما يجب الإيمان به، الإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان بأن مع كل قطرة ملكا، تحتاج إلى دليل. وقد استدل بعض أهل العلم لهذا بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في السماء يقول: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، كل هذا الماء الذي كان في هذه السحابة استوعبته هذه الشرجة، فتتبع الماء فإذا هو يصب في حديقة رجل، فسأله عن اسمه وعمله، فقال: يا عبد الله، لم تسألني؟ فقال: إني سمعت صوتا في السماء يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. والشاهد من هذا أنه سمع صوتا، والظاهر أنه صوت ملك، قال: اسقي حديقة فلان، فالمطر ينزل بتدبير الله عز وجل وتصريفه، ومن أوكلهم من الملائكة الذين سخرهم جل وعلا لتصريف الماء حسب ما تقتضيه رحمته وحكمته جل وعلا، فله الحكمة في ذلك. وأما أن يكون هذا في كل قطرة، فهذا قد يحتاج إلى دليل يدل عليه، والذي دل عليه هو أن المطر ينزل بإرادة الله عز وجل، وأوكل به ملائكة يصرفونه كما تقدم في الحديث. وقوله: وأما ما ذكره من أن كل قطرة معها ملك، فقد جاء ذلك عن الحسن وبعض أهل العلم، ولعل ذلك مستفاد من أنه إذا كان المطر قد أوكل الله به ملائكة يدبرونه، فإن المقصود بملك بقوله ملكا أي ما ينزل من شيء من الأمطار إلا بتدبير الله عز وجل، وما يأمر به الملائكة الموكلين بقطر السماء. الملائكة الموكلين بقطر السماء
اللي بعده، المقطع اللي بعده. قال رحمه الله: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. هذا المقطع الثاني من كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بما جاء به الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل البئر يوم بدر من المشركين الذين دفنوا فيها وكانوا بعد الهزيمة قد أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا في بئر من آبار بدر. جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فألقوا في طي من طوى بدر، يعني في بئر من آبارها خبيثة، ثم إنه أمهلهم صلى الله عليه وسلم، أقام ثلاثا، وكان هكذا إذا أظفره الله تعالى على قوم يمكث ثلاثة أيام ثم يرتحل. فلما أراد الارتحال أتاهم فناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. هذا دليل ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم. وأما قوله كانوا يسمعون فهذا ما في بقية الأثر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأنا يجيبون؟ وفي الرواية قال: كيف يسمعوا وأنا يجيبوا، وقد جيفوا، يعني قد صاروا جيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وهذا قد جاء في صحيح الإمام البخاري أيضا أن عمر قال: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا بالأرواح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ذكره هنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب وأنهم سمعوه، هذا أصله في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك قال: قال: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره على القتل. والإيمان أي واعتقاد أن الرجل إذا مرض بأي نوع من الأمراض، بأي نوع من أنواع الأمراض والعلل التي تصيب الناس، وهي متنوعة ومختلفة في أفرادها وفي كذلك شدتها وقوتها، و كله مما يؤجر عليه الإنسان كما ذكر المؤلف رحمه الله. واستند فيما ذكر من الأجر على ما ينزل بالإنسان من مرض بحديث عبد الله بن مسعود، وفيه قوله: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حتى الله عنه خطاياه، حتى الله عنه خطاياه، يعني أسقطها، كما تحات الورق. وهذا يدل على أن المصائب من المرض ونحوه جميعه مما يكفره الله تعالى عن العبد. وهذا القدر من كلام المؤلف ليس فيه خلاف بين أهل العلم، فهم متفقون على هذا المعنى، وهو أن كل من نزل به مصاب فإنه يكفر الله تعالى عنه ذلك بقدر ما نزل به من المصاب،
إذن الإجماع منعقد على أن هذه الأمراض كفرت، لكن المؤلف رحمه الله لم يقتصر على هذا الأمر، بل زاد بقوله يأجره الله على مرضه، والأجر معناه الإثابة. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء على قولين في الجملة. القول الأول أن المصائب التي تصيب الإنسان من مرض وغيره يكفر الله تعالى بها عنه ويثيبه على ما نزل به من المكروهات، هذا قول جمهور العلماء، واستدلوا لذلك بما في الصحيح وغيره من حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه خطيئة. فجمع الحديث بين الإثابة والتكفير وحتى الخطايا. فزاد على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه تكتب له بها درجة. واختلف العلماء هؤلاء القائلون بأنها مثيبة، بأن المصائب ومنها الأمراض مثيبات وكفارات، هل هذا يشترط فيه الصبر أم لا، على قولين. منهم من قال إنه لا بد أن يصبر حتى ينال الكفارة وينال الإثابة، وقال آخرون بل لو لم يصبر فإنه يكفر عنه ويثاب ويأثم على عدم الصبر، فيكون عدم الصبر ذنبا جديدا. على كل حال نعود إلى أصل القول في المسألة. أصل القول في المسألة ما هو؟ أن المصائب ومنها الأمراض مكفرات مثيبات، فيكون هذا ما ذكره المؤلف هنا في قوله والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله عز وجل. أما القول الثاني فيقول إن المصائب التي تنزل بالإنسان تكفر الخطايا فقط، فلا ثواب فيها مع التكفير، ونسب هذا إلى كثير من الصحابة والسلف، واختاره ابن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته قبل قليل: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. فقصر ذلك على حتى الخطايا دون أن يذكر الإثابة. ومنه أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ولم يذكر إيش؟ لم يذكر إثابة، فقط جعلها موضعا للتكفير. قالوا: وإنما يؤجر على صبره، فتكون الإثابة على الصبر لا على المصيبة. وقالوا إن هذا يرجع إلى معنى معقول، وهو أن الصبر فعل الإنسان فيثاب عليه، وأما المصيبة فهي فعل الله فلا ثواب له على هذا إلا ما يكون من حط الخطايا والتكفير، أما الإثابة التي هي تحصيل درجات فهذه لا تكون إلا على ما يكون من فعل الإنسان. هذا ما يتصل بهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وظاهر كلام المؤلف أنه يقول بالقول الأول، وهو أن المصائب مثيبات وكفارات ومنها الأمراض، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن المصائب يحصل بها حط الخطايا ورفع الدرجات.
وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من النص على رفع الدرجة في قولها ما في قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة وحطت عنه خطيئة أو محيت عنه خطيئة. فجمع الأمرين. ثم قال رحمه الله: والشهيد يأجره الله على القتل. الشهيد يأجره الله على القتل، نعم بلا ريب الشهيد مأجور على القتل، أي إذا قتل في سبيل الله فإنه مأجور على ذلك، والأدلة على هذا كثيرة. قال رحمه الله: والإيمان. قال رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. طيب، قال: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا، يعني من الأوجاع والآلام التي تنزل بالناس، يعلمون أي يصيبهم ألم. وذلك يعني سبب ذكر هذا مع وضوحه أن بكر بن أخت عبد الواحد، وفي بعض النسخ ابن أخت عبد الوهاب، وهو ممن خرج عن طريق أهل السنة والجماعة، قال لا يعلمون أي لا يتألمون. قال وكذب يعني أخطأ، فالكذب يطلق على الخطأ، ولكن في الغالب يطلق على الخطأ الذي يصاحبه تقصير في طلب الحقيقة، هذا في الغالب، وإن كان يطلق على الخطأ تجوزا، لأن الكذب خلاف الحقيقة، إذ الحقيقة مطابقة الواقع، والكذب خلاف الواقع، خلاف الواقع. قال رحمه الله: واعلم. قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. طيب، يقول رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وهذا قد جاء به الحديث فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدل هذا على أن الجنة لا يدخلها أحد بمجرد ما يكون من أعماله، بل لا بد من رحمة الله. والسبب في هذا أن عمل العبد مهما كان فإنه يقصر عن جزاء الله عز وجل بالجنة، بمعنى أن نعم الله على عبده لا يكافئها العبد بشيء من أعماله، بل بعض نعم الله على العبد لا يسعها كل ما يكون من عمل الإنسان. فلهذا لا يدخل الجنة أحد بعمله، يعني استقلالا عن رحمة الله. وهذا لا يلزم منه ظن أن العمل غير مجد في دخول الجنة، بمعنى أنه يدخل بلا عمل، بل لابد من عمل. ولذلك قال الله تعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي مواضع عديدة قال في ثواب الجنة: بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، فذكر العمل في جزاء الجنة
دخولها. لكن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله أي استقلالا، فالعمل لا يستقل، لا يكفي في إدخال الجنة، ولا يعني أنه لا فائدة منه، بل لا بد من عمل للجنة، فإن مراتب الجنة ومنازلها إنما تكون لمن عمل ولمن بذل. وأما من جلس ولم يعمل فإنه لن يدرك أجرا ولا ثوابا، بل لابد من عمل ينال به الأجر والثواب. فقوله واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، مطابق للحديث، وقد قال الله تعالى في كتابه من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فلم يكتفي فقط بإرادة الآخرة بل أضاف إلى ذلك العمل الذي يوصل إلى تلك النهاية وتلك النتيجة، وهو ما يكون من صالح العمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مثابا عليه من الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، وهذا من عدله جل في علاه، فالعباد يوم القيامة يتقلبون بين فضله وعدله، فلا عذاب إلا بذنب، ولا يعذب أحد بلا ذنب، بل لا يعذب الله تعالى أحدا من الخلق إلا بما كسبت يداه، وذلك من عدله. ولتقرير هذا قال بقدر ذنوبه، يعني العذاب يتفاوت بقدر الذنب، فمن كان ذنبه عظيما كان عذابه وفق ذنبه، ومن كان ذنبه يسيرا كان ما له من العقوبة على نحو ذلك. ثم قال ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم، يعني الطائع منهم والعاصي، عذبهم غير ظالم لهم. قد قال ذلك أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيد بن ثابت وحذيفة وعبد الله بن مسعود ذكروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن العباد عليهم من حقوق الله عز وجل ما لو طولبوا به لهلكوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن العباد لا يقومون بما يجب عليهم من حق الله، فهم بين قصور وتقصير، بين قصور عجز عن القيام بما يجب وتقصير تفريط وكسل عن أداء ما يجب. ومن كان بين هذا وذاك، بين القصور والتقصير، فإنه لن يفي الله تعالى حقه ولو كان أكمل ما يكون طاعة وعبادة. وهذا معنى قوله ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، نعم لما ذكرنا وقد جاء به الحديث، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا. لما ذكر ذلك عاد إلى تقرير أنه لا ظلم فيما يجريه الله تعالى من الأحكام على الخلق. قال رحمه الله لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وقد نفى الله تعالى الظلم عن نفسه في مواضع عديدة، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والآيات في هذا كثيرة، وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا، فالآيات في هذا كثيرة التي تنفي ظلم الله للعباد، ونقرر هذا إن شاء الله فيما نستقبل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.